الصورة من شوارع الدار البيضاء، روائح كريهة ومناظر لا تليق بمدينة ذكية جراء اتخاذ البعض زوايا الشوارع الضيقة لقضاء الحاجة. غياب المراحيض العمومية بالعاصمة الاقتصادية لا زال يؤرق ويقلق راحة المواطنين، فحتى تلك التي كانت تعد على رؤوس الأصابع تم إغلاقها بسبب أشغال التهيئة. وحدة هنا تجيها راه مغلوقة، وحدة هنا في بداية ديال البازارات مغلوقة، يعني وحدة في شارع الجيش الملكي حتى هي تهبط ليها وتخلع. هنا براد هنا سميتو كذلك. كانوا ديجا صرحوا بأن غادي يكون واحد المشروع ديال المراحيض العمومية، ولحد الآن مازال ما توصلنا حتى بشي حاجة، ما كنشوفوا حتى شي حاجة. ظاهرة تفسد رونق المدينة وتضايق زوارها. بعض من صادفناهم من المغاربة المقيمين بالخارج يضطرون إلى المقارنة بحسرة بين واقع الحال هنا وبين ما يتواجد في البلدان الأخرى. أنا كنعيش في سميتو في إيطاليا في مدينة تورينو، وحنا كل 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 كيلومتر عندنا طواليت، يعني في الشوارع أي شارع دزتي منه كتلقى الطواليت، كتلقى فين تشرب الماء. يلاه جيت من أوروبا، يلاه البارح دخلت البارح مع الخمسة د العشية، مشيت ديت والدي تما انستالي باش يقرا، يعني صراحه قالت متى دخلت الطواليت تما بحال دخلتي صالون، زعما صراحه قال زعما واحد النقا ما نقولش لك، يعني جميع المسائل ديال النظافه كاينين. حوالي 12 شهرا مرت على قرار مجلس مدينه الدار البيضاء بتشييد 100 مرحاض عمومي، مشروع لا يعرف اين وصلت مراحل اشغاله، في الوقت الذي يرفض فيه مجلس المدينه الادلاء باي تصريح في هذا الصدد، مؤكدا أن الملف يوجد تحت أيدي شركة تهيئة الدار البيضاء وأنه لا يتوفر على أي معلومات بخصوص سيرورة المشروع.